أجواء من التشاؤم الاقتصادي خيمت على انطلاقة مؤتمر دافوس السويسري هذا الأربعاء. شارك في المؤتمر نحو 50 دولة و1600 مسؤول تنفيذي. أكثر من نصف هؤلاء المسؤولين توقعوا أن يستمر النمو الاقتصادي العالمي بالتباطؤ. المؤتمر الذي اختار له المنظمون اسم الديناميكية المرنة يستمر حتى 27 من الشهر الجاري، وهو يبحث في إيجاد السبل اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي وحمايته من المخاطر المستقبلية. نحن نأمل بالخروج من المؤتمر برؤية واضحة تتخطى إدارة الأزمة. يقول رئيس المؤتمر: نحن نأمل بالخروج برؤية ديناميكية لا تعتمد فقط على محاربة الأزمة. خارج مبنى المؤتمر تجمع آلاف المتظاهرين احتجاجا على ما اسموه الانتهاك غير الأخلاقي للشركات المتعددة الجنسيات، كما انتقد المحتجون مشاركة وزير الاقتصاد السويسري بالمؤتمر على الرغم من فشله في السير في الإصلاحات المطلوبة في سويسرا على حد تعبيرهم.